اهلا بكم كل متابعي اليوم السابع ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان. معكم محمد العاصي واسامه طلعت من مصر القديمه، مع اقدم محل لبيع القطايف الاكله في رمضان. يعني هنعرف سر اكله القطايف في رمضان وسر عمايلها وطريقه عمايلها بالظبط مع الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. الشيف سالم حبيب، محافظة القليوبية، مركز شيوخ العمارة. كلنا بقى صناعة القطايف. سر صناعة القطايف هي طبعا متعلمينها من أبهاتنا وجدودنا. فالمكونات بتاعتها من دقيق، لبن، محسن كيك، طبعا زائد الخميرة والبيكنج باودر. طبعا هي من سنة للسنة أفضل واحد. طبعا زي ما انت شايف كده حضرتك، في منها ثلاث أنواع. دوت اللي في دلوقتي حاليا من النوع المتوسط، ده حجمه متوسط، ده حجمه متوسط. في اللي هو أصغر منه هوريه لحضرتك دلوقتي برضه، وفي أكبر من كده. طب تعالى كده بس عند العجين كده، قول لي الطريقة. مكونات العجين ده ايه؟ مكونات العجين دي بقى ولبن ومية ومحسن كيك. قد ايه ولا انت بتبقى؟ طبعا انا بكميات العجين بالشوال. كميات انا بعجن بالشوال. يعني الشوال مثلا بعجنه على بعضيه واجيبه. وبعتبر ان انا باخد منه بقى على قد ما بظبط كده واشتغل. ده بقى اللي هو النوع الثاني في القطايف، اسمه القطايف العصافيري. ده النوع القطايف اسمه قطايف العصافيري. ايه عصافيري؟ العصافيري ديت بتبقى ايه، اصغر من اللي انا كنت شغال فيها. فطبعا لها سبورها برضه. ما بين ان حجمها اقل. بالظبط كده. بيبقى دي بقى بسعر ودي بسعر ولا؟ دي بسعر ودي بسعر. انما ايه بقى، بالكيلو ولا بايه بقى؟ ده بالكيلو حضرتك، الكيلو بتاعه ب 25 جنيه. ده الحجم الصغير. ده الحجم الصغير، اما الحجم الكبير فهو ب 20. الحجم الكبير ب 20، في بقى منه اكبر كده، زي ممكن تعملها لحمه، ممكن تعملها بلح، ممكن اللي هو العجوه، ممكن مكسرات زياده زي ما انت عايز حضرتك. دي بالنسبه للاحجام اللي هي الصغيره دي. ده بالنسبه للحجم الكبير. الحجم الكبير. الحجم الصغير ده بتحشي ايه؟ ده الحجم الصغير ده بقى بتحشي مكسرات برضه، ممكن زبيب. ممكن الناس بتقلب مكسرات على كنافه، تحمص الكنافه وتقلبها. طب نصيحه بقى لست البيت كده لما تيجي تعمل القطايف، ايه طبعا النصيحه اللي تقدمها لها؟ القانون اللي انا شغال عليه ده ظهر. اما بالنسبه لست البيت، طبعا في حاجه اسمها تيفان زهران ديت، ممكن تجيبها وتعجن مثلا العجينه بتاعتها وتصبها عليها. يعني سر من اسرار تسوية القطايف ان ده ظهر. طبعا. انك بتسوي على ظهر. ما ينفعش يا حبيبي، لا ينفع. لا. طبعا ما ينفعش ان هو لو حديد هتلزق عليها ومش هتطلع الجودة بتاعتها كويسة. اما اللي هي المادة بتاعتها ظهرة. بيستخدم مكانها ايه بقى؟ اللي هي تيفان زهران.